وفي ضوء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة أمكاو، وده خلال سنة 2023-2024، مصر استضافت الاجتماع الثالث أو 13 تحديدا للجمعية العمومية لمجلس وزراء المياه الأفارقة، وده بمشاركة عدد كبير من السادة وزراء المياه بالدول الإفريقية. أعلم جيدا أن هذا التقرير بالغ الأهمية، ولهذا أنصحك بالمتابعة الدقيقة، وبعدين فاصل ونكمل الكلام. مصر عندها ريادة حاليا في مجال المياه، نقدر نساعد جميع الدول الأفريقية ان هي تدير المياه بكفاءة عالية. حاولنا وشرحنا قضيتنا بشكل موسع، العالم كله يعلم الآن ان احنا بنعيد استخدام كمية كبيرة من المياه، احنا بنعيد استخدام 21 مليار متر مكعب، واعتقد كل الأفريقية شايفة قد ايه مصر بتحافظ على كل قطرة مياه. اعتقد المستقبل ان شاء الله يكون افضل. الدول المتشاطئة في الأنهار لازم يكون في حقوق للدول، في حقوق لمصر كدولة مصب لابد من الحفاظ عليه. كل دي قضايا بتهم جميع الدول الأفريقية، وإحنا كريادة لمجلس وزراء المياه الأفارقة في الفترة الحالية أعتقد لنا دور كبير جدا في مساعدة إخواننا في أفريقيا، وإحنا منفتحين وهم كمان عندهم تفاهم لقضيتنا. الحقيقة كان في نقاش حول مبادرة التكيف مع التغيرات المناخية اللي تم طرحها من مصر، هي مبادرة عالمية تم طرحها من شرم الشيخ في خلال فترة الكوب 27 أو مؤتمر المناخ اللي كان موجود في مصر في نوفمبر السابق. والحقيقة الموضوع في النقاش، الحقيقة في تفهم للدور الكبير اللي مصر لعبته. مصر خصصت مركز تدريب في 6 أكتوبر، مركز ضخم جدا لتدريب الأجيال القادمة من الإخوة الأفارقة في مجال التكيف والتعامل مع التغيرات المناخية. الحقيقة كل ده تم تقديره واحترامه من جميع الدول المشاركة، احنا عندنا أكتر من 40 دولة موجودة، رقم لم يحدث في الـ 12 اجتماع اللي حصلوا قبل كده للدول الأفارقة، لم يحضر كل هذا الزخم والحضور الشديد جدا وحرص الدول الأفريقية على وجودها. قررنا أن تنظم ناميبيا مؤتمر أفريكاسان السابع الذي سيعقد في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر هذا العام، ونحن ملتزمون بالحضور جميعا لهذا المؤتمر الهام الذي يجعلنا على تواصل دائم كما في جي 7، خاصة فيما يتعلق بقضايا المياه والصرف الصحي على حد سواء بالنسبة لبلدنا وللقارة كلها. كذلك قررنا دعم الأمكاو عبر رسوم العضوية لاستمرار عمل المنظمة لتقديم خدماتها للدول الأعضاء، ونحن ملتزمون بدفع التزاماتنا لضمان استمرارية المنظمة، ونتمنى لرئيسنا الجديد التوفيق وقيادتنا للأفضل.